عبد البطل قديم مسعد اللاعب نبيل عباس حط 90 كيلو. البطولة برعاية شركة باور هاوس الحرام. لجنة القوة وسترونج مان العراق. بطولة العراق في محافظة النجف الأشرف. 35 70 27 90 كيلو. يلا قول يا الله يا معين الضعفاء. بسم الله القوي. شد يا بطل. لا يقدرين ان شاء الله. فوق فوق عفية. علي وياك علي وياك محاولة يا راشد.